ابقى معي دكتور سعيد. دايما اسمح لي سيد ياسر ودكتور سعيد أن نرحب بضيفنا انضم لنا على سكايب السيد أحمد كامل الكاتب الصحفي السوري. مرحبا سيد أحمد. دعني أبدأ من المشهد السوري حاليا والتوغل الروسي في سوريا وانشغال روسيا اليوم في حربها في أوكرانيا، كيف انعكس على الملف السوري؟ والله انعكس سلبا، كنا نتمنى أن ينعكس إيجابا ولكنه انعكس سلبا. كل المناطق التي خرج منها الروس تم تسليمها للإيرانيين، وما بين النظام الروسي والنظام الإيراني الفارق بالوحشية لا يذكر، كلاهما بنفس القدر من الوحشية، بنفس القدر من الكراهية المحضة المزمنة المنفلتة للأغلبية المذبوحة. العرب المسلمين السنة السوريين يكرهوهم الروس ويطعنونهم طعنا لئيما غريبا عجيبا، والإيرانيون يفعلون نفس الشيء. الآن قبل أيام حصل شيء جديد، وهو أنه الإيرانيين بدأوا يسحبوا بعض قواتهم، بعض المجرمين اللي أرسلوهم لسوريا لقمع ثورة الحرية والكرامة في سوريا، بدأوا يسحبوهم لإيران لأنه إيران أيضا منشغلة. فإذا أصبحت روسيا منشغلة بذاتها وإيران منشغلة بذاتها، هذا يعطي شيء من الأمل للسوريين إن شاء الله.